أم محمد من اليمن كانت تجهل قضاء صيام رمضان عند العذر الشرعي، ومرت سنوات على هذا الأمر، وبعد علمها بالحكم الشرعي أصبحت تقضي تلك الأيام بطريقة أخرى، بأن تصوم 6 من شوال و10 ذي الحجة أو 9 ذي الحجة وعاشوراء، بنية قضاء تلك السنوات التي مرت عليها وهي لم تقضي رمضان عند الحيض. فهل فعلها صحيح؟ نعم، أولا عليها أن تحصي هذه الأيام قدر استطاعتها، مثلا تعلم أنها في 10 سنين مضت كانت لا تقضي الأيام التي أفطرتها في نهار رمضان جهلا منها، فال10 سنين وعادتها مثلا 9 أيام، 7 أيام، يعني أو 6 أيام، أي عادة النساء ما بين 6 إلى 7 أيام، 6 أيام إلى 7 أيام، فلنقول 6 أيام، فعليها صيام 60 يوما. فإذا فرقتها بأن جعلت تصوم 6 أيام من شوال وتصوم الاثنين والخميس وتصوم 9 أيام من أول ذي الحجة ويوم عاشوراء ويوم قبله ويوم بعده حتى وصلت إلى 60 يوما بنية القضاء، لكنها توافق هذه الأيام الفاضلة، فعملها صحيح الحمد لله. المسألة الثانية في هذا، متى نعلم أنه يجب علينا القضاء أو لا يجب علينا القضاء؟ إذا ترك الإنسان أمرا أو ارتكب محظورا. القاعدة أن باب المأمورات لا تسقط لا بجهل ولا بنسيان، لا يعذر بالجهل، لا يعذر بالجهل ولا بالنسيان ولا بالسهو عنها، لا بد من أدائها. فمثلا إنسان نسي أن يصلي المغرب، ذهل عنها ونسيها وما ذكرها إلا من يوم أو يومين، هل تسقط النسيان؟ لا. إنسان جهل أنه يلزمه الوضوء عند مثلا خروج المذي، المذي يخرج من 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 ذكر الإنسان من أحد السبيلين، فهو ناقض فهو يجهل، ثم صلى، شو نقول له؟ أعد صلاة. ليه؟ مع أنه جاهل. نقول أن باب المأمورات لا يعذر فيها الإنسان لا بالجهل ولا بالنسيان ولا بالسهو عنها، ماشي؟ في باب المنهيات هي التي يعذر الإنسان فيها عن الجهل أو النسيان. فمثلا مثال ذلك، نعم، لو أن إنسان صلى وعلى ثوبه نجاسة ولم يتذكر إلا بعد الصلاة، هو علم أنه في صلاة النجاسة ونسيها وصلى، فلما فرغ من الصلاة ذكر النجاسة التي كانت على ثوبه، هل نقولها عيد ولا ما نقولها؟ نعم، عذر بالنسيان، إنه ينهى بالنجاسة لأنه نهي أن يصلي بثوب نجس. فباب المنهيات يعذر فيها عن السهو والخطأ والنسيان والجهل، أما باب المأمورات فلا تسقط ولا يعذر الإنسان عنها بالجهل. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المسيء صلاته أمره بأن يعيد الصلاة، يعيد الوضوء في رواية ثم يعيد الصلاة، وإن كان لم يأمره بالصلوات الفائتة لكثرتها لكنه أمره بإعادة الصلاة الحاضرة. نعم، بارك الله فيكم.